اكيد انتوا بتسالوا نفسيكم ان جماعتكم ليه برابطه المعلم كده. عندي خبر مهم عايز اقوله لكم. خير يا حاج؟ انا اتجوزت. مالكم؟ نزل عليكم سهم الله كده ليه؟ ايه؟ ما بتتكلموش ليه؟ ايه رايك يا يوسف؟ لا مش نظرية رأي يا حاج يعني، بس يعني ما كانش ليها لزوم الجوازة دي. ما كانش ليها لزوم الجوازة دي. يسلم بقك يا يوسف. يسلم بقك يا يوسف. عجبتك قوي. عجبك أنت كمان يا سي يوسف. إنما أنت ما قلتيش إيه رأيك يا حبيبتي يا سمر. علشان أنا ما أقدرش أقول حاجة يا بابا. دي حاجة ترجع لحضرتك. المهم بس إن ما حدش يضايقنا ولا حد يفرض رأيه علينا. لا بصراحة أنا يعني عايز افهم رايك اكتر من كده. يا بابا انا قلت لحضرتك دي حاجه ترجع لك. هترجع له اه، من حقك تعمل اللي انت عايزه، تتجوز زي ما انت عايز، بس محدش يجي يقعد هنا يا حاج. البيت اللي عاشت فيه امنا ما ينفعش واحده تانية تدخل مكانها. ايه؟ وهي كمان عايزه تيجي تعيش معانا في الفيلا هنا؟ اضل اللي كان ناقص بقى. شفت والنبي يا حاجه فردوس الراجل وعمايله. استنى على انت، مالكش دعوه خالص. وانت مالك يا وليه يا حشريه؟ انت قاعده معانا بتعمل لي ايه؟ ده انا لولا ان انا شايفك قاعده بتخدمي العيال، ولولا الوصيه بتاع المرحومه اللي وصت عليكي كنت قلت لك خلصينا. قاعده معانا ليه؟ اطلعي بره، الباب يفوت جمل كده. كده برضه يا حاج؟ بعد العمر ده كله واللي قضيته معاك وفي خدمتكم تقولي الباب يفوت جمل؟ طب ده انا حرمت نفسي من حاجات كتيره قوي عشان حسيت ان انا واحده من البيت ده. حرمت نفسك؟ حرمتي نفسك من ايه يا وليه يا خرفانة؟ ده انت واضح انك عجزتي وخرفتي. فعلا فعلا يا حاج، اذا كبرت وخرفت كتر خيرك. انا ماشية. حاج فردوس مش كده، الله دي ساعة شيطان وهتخلص. اما بقى كده يا بابا حدش كلام خالص في 60 دقيقة. انا اسفه لك بالنيابه عن بابا، ما تزعليش بقى عشان خاطر هو ما يقصدش. انت عارفه هو دايما بيعمل كده. لا ابوك يقصد كل كلمه قالها. طب ما هو ياما ضربني، سبت له البيت. انا غيرك خالص يا وحيد. يا ماما فردوس انا بجد ما اقدرش اعيش من غيرك. هحكي لمين مشاكلي ومين هيقف جنبي؟ لو بابا ضايقك فكري فيا، هعمل ايه لو سبتينا؟ وانا ما اقدرش اسيبكم ابدا، بس اعمل ايه بعد كل اللي قاله ابوكي؟ طب انا هروح له هقول له دوسه مش هتمشي، وهخليه يجي يبص راسك ويترجاكي تقعدي. استنى بس يا وحيد، استنى يا حبيبه قلبي علشان خاطري بقى. ما تضايقيش نفسك كده، امسحيها فيا. انت قلبك ابيض وجميل، خلاص بقى يا قمر، خلاص عشان خاطري. هي دادا لسه زعلانه ولا ايه يا سمر؟ شفت بقى عماله صالحها وهي مش راضيه، ينفع كده؟ بصراحه انتوا عيال تسد النفس. سيبك منهم يا دوسه وخليكي معايا انا. طب انا عايز اسالك سؤال، لو انت مشيتي مين اللي هيعمل لي بقى الاسكالوب اللي انا بحبه؟ انا تهنت قوي يا ايهاب، ابوك جرحني كل مره بيجعجع على الفاضي، بس المره دي كلامه كان جامد قوي. وانا عشان خاطر وصيت والدتكم الله يرحمها، والعيش والملح اللي بيني وبينكم، وحبكم اللي انا شايلاه في قلبي، مش هسيبكم، هفضل معاكم. يعني خلاص يا دوسه صافيه اللبن؟ لا ما هو بصي بقى، انت لو ما ضحكتيش يا دوسه انا بقى هضحكك بالعافيه. ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. وبابا بقى سيبهولي انا هقرص لك ودانه وهخليه ما يعملش كده تاني ابدا. طب يلا يلا يلا، رجعي الهدوم مكانها يا ست سمر. انا بجد ما عرفتش انت غالي علينا قد ايه لما فكرت تمشي. ربنا يخليكي لينا يا دوسه. خلاص يا جماعه بقى، سيبوا دوسه ترتاح شويه. نورك ايمو،
منور بوجودك يا بابا. معلش دقيقة وهبقى معاك. قول لي أخبار شغلك في السياحة إيه؟ كويس مش بطال. أيوة يعني كويس ولا وحش ولا إيه؟ الحمد لله. أنت عموما بتحب شغلانة السياحة دي من زمان. مهم جدا الواحد يعمل حاجة بيحبها. أنا مبسوط منها. بس في بقى حاجات تانية مش بسطاني. حاجات زي إيه؟ أبوك حاطط إيده في الماية الباردة من ناحيتي. اوعى تكون عايز منه فلوس ولا حاجة. أنا عايز أعيش في الفيلا. إيه؟ والله ده حقك، أنا ما عنديش أي مانع. أنا وأمي. إيه؟ سكت ليه؟ هي الفيلا دي اتعملت إزاي؟ مش بفلوس أمي؟ وبعد كده انطردت منها. بس ابوك بينكر الكلام ده يا كمال. أنا مش معنى كده ان انا مصدقه ومكدبك، بس انا اسف يا كمال مفيش دليل بأيد كلامك. ابويا خد ارض امي وباعها، وبتمن الارض ابتدى شغله. سعر الارض دلوقتي يساوي ملايين، ولسه في فدايا ورق ما طلعتهوش. وانت عايز سيد بقى يدفع لك المبلغ ده يا ابو كمال؟ على الاقل يعوضني تعويض مناسب. انا صبرت عليه كتير وما اقدرش استحمل اكتر من كده. بص يا كيمو، أنا مع أي حد يعمل ثورة على الفساد والظلم، وبحترم أي حد بيدافع عن حقه. زمان ألبير كامي قال جملة مهمة أوي، قال إن الموت في سبيل الفكرة هي الطريقة الوحيدة لتكون على مستوى الفكرة. أنا عايزك توصل له رسالة. قول له كمال جاي الفيلا قريب أوي، وأحسنه إن هو يرضى بالأمر الواقع وما يمشي مشاكل. وانت عرفت يا كيمو انه اتجوز؟ تقف من جوه وتقف بره، مش تخش جوه وتطفها تقعد على كرسيه. انت جننت، انزل. وانا لما اقعد على كرسي هاكل منه حته؟ لا مش هتاكل منه حته يا ناصح، هتوسخه. انزل غور غور، يلا لسه هتنح. غور بقول لك غور، يلا قرف قرف. ايه ده؟ ايديك دي؟ ايديك وقرف؟ وقرف صدر كده. ماشي يا يوسف، ربنا يسامحك. لا يا فريد باشا، لا لا لا، بعيد قوي بعيد قوي قوي. لا ده انا منزل لك 10% في الطلبيه اللي فاتت على اساسها زود لك الكميه. تقوم تقول لا لا. طب اقول لك على حاجه، فكر انت ورد عليا. ماشي
سلام. لا يا روشة بيه، لا الحكاية كده مش هتنفع بعد إذن سعادتك، يعني شوف لنا حل في الحكاية دي. حكاية يا زكي؟ الشغل اللي مكركب على دماغي يا يوسف بيه. الله، من ساعة ما الهانم العروسة خدت أجازة، يعني هو الحاج يتجوز ولو سنة؟ لعلم سعادتك أنا شغال دلوقتي محاسب وسكرتيرة في نفس الوقت. طب تصدق أنت تنفع سكرتيرة على زك؟ هقول لك، بس هقول لك هتلبس بادي، بس البادي ده يبقى ضيق ويبقى نوعه كارينا، وتلبس تحت بنطلون استريتش ضيق، وتعمل لي فيونك هنا وتدلدل جرس من ودانك. ده باشا انت عايز تطفش الزبائن ولا ايه؟ وبعدين يا عم التاريق براحتك، انا برضو شايل لك التقيله. قول التقيله يا زكاوي. الدكتور حسين بتاع المستلزمات الطبيه دلوقتي ما هوش عايز ياخد مننا لا سرنجات ولا مشارط ولا لزق ضهر ولا كانيولات ولا حاجه من دي من اصله. من ساعه عدم المؤاخذه ما اشتغل في اللزقه العجيبه بتاعت الرجلين اللي احنا جبناها دي، وهي مشت معاه وبقت 100 فل و14، وعايز كميه اكبر بكتير. طب وهنجيب له منين؟ البضاعه اللي عندنا كلها خلصت خلاص اتوزعت. انا برضو محسوبك يا باشا. ما سكتش، قعدت اتقصر وادور لغايه ما عثرت في تاجر في بورسعيد عنده كونتينر كامل على بعضه، بس المشكله بقى انه عايز الفلوس كاش، بس انا ما سكتش، دبرت له الفلوس ومستني تعليمات سعادتك ابعت اشيل. وبعدين لعلمك البضاعه دي دلوقتي بقت عامله زي المخدرات. طيب خلاص بلغ الحاج. حاج ايه؟ حاج ايه يا يوسف باللي هبلغه؟ هو انا قلت تقول لي احلبوه لقمه طريه وجايلنا لغايه عندنا تقول لي بلغ الحاج؟ تبلغ. امال عايزه يجي فجأة ويقول لك عايز اراجع الحسابات زي النوبة اللي فاتت، ونرجع احنا بقى نقعد نعمل افلام وانا اللي اتضرب بالمطوة في الاخر؟ وايه يعني يوسف بيه لما تتضرب في المطوة؟ ده على رأي المثل، وش من غير علامات زي الشوربة من غير بهارات. وبعدين لما الحاج يقول لك عايز اراجع الحسابات ساعتها يحلها الف حلال. وما يدفع كاش؟ النص كاش والنص بشيكات على سنة، ولعلمك البضاعة دي مكسبها 100%. يعني ناخد احنا تمن البضاعة كاش في الأول، وبعد كده المكسب كله يبقى هو القسط. والراجل مستني بره، أقول له إيه؟ يلا توكلنا. ابعت الفلوس وخلي بتاع بورسعيد ده يشحن البضاعة، وأنت خارج تبعت للدكتور حسين ده. ماشي. بقول لك إيه؟ نعم. الروج اللي هي شايلاه في مكتبها أوعى تستخدمه لحسن الحاج يحطك في دماغه. لا ابعد عن الحاج. صباح الفل يوسف باشا. صباح الرضا يا دوك، اتفضل. اما البضاعه الاخرانيه اللي خدتها منكم مسمعه في السوق جامد قوي. اسمها البضاعه اللي خدتها مني مش منكم. الله، واحنا بنتدلع عليك، واحنا بنعرف ناخد حق ولا باطل غير مع حضرتك هنا. بقول لك يا دوك، امال في زياده في البضاعه الجديده 10%. هقول لك، بس هقول لك، هتدفع 10% عربون، وبعد اسبوع هتدفع 40%، والباقي على شيكات 9 شهور مش سنة، 9 شهور يا دوك. الشيكات دي مقدور عليها، انما ال 10% زيادة دي ليه؟ بقولك يا عسل، انت مش بتاخدها مني ب 24 وبتبيعها ب 99.5 وبتلزق مصاريف الشحن للزبون، ما جاتش بقى ال 10% بتاعتي دي يا دوك، خليك حلو. انت كده يا جو، محدش يعرف ياخد معاك حق ولا باطل. استبينا. ماشي. ايوه زكي، بقولك ايه؟ الدكتور هيجيلك دلوقتي هيديك 10% عربون. لا الزيادة هتبقى 10% بس، 10% بقول. لا مش 17، مش زي ناس. اسمع الكلام، اسمع الكلام يا زكي. ماشي اتفقنا، يلا سلام. منور الدنيا يا حبيبي. ما تحرمش منك يا جدع، ربنا يخليك. شرفت وانست. شكرا. حصلت البركة. سلام عليك. سلام يا دكتور. شكرا. نورت. ألف سلام. حد وصل يا استاذ يوسف. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا حاج. يا اهلا بالمكرم الوارث يا حاج. يا اهلا يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل يا اهلا. قول لي اخبارك ايه؟ فضلت حته في المخازن عشان البضاعه الجديده؟ طبعا يا حاج، كله تمام خلاص. طيب خير الحمد لله. كويس ان انا شفتك. انا اصلا دماغي مقلوبه، عمال افكر
مش عارف اعمل ايه في حكاية الارض اللي عرضها عليا الراجل حفظي ده. الله، انت لسه بتفكر في المشوار ده يا حاج؟ طبعا، الا لسه يدي تتساب. بس انا بقول يعني المنطقة دي يا حاج ما بياخدش فيها غير التقال اللي في البلد، وبصراحة يعني اصلا خايف ان ده مش كارنا. اخص عليك، ده كلام تقوله وانت ابن الحاج سيد اللي مش كارنا، واحنا كل اللي اشتغلنا فيه ده كنا فاهمين في حاجه في الاول، وربنا كرمنا وبقينا اساد الكار. وبعدين دلوقتي اللي بيستورد حاجه ما اشتغلش فيها الحاج سيد قبل كده بيجي لنا مطاطي وما بيعرفش يتصرف. طب وانت شايف ايه يا حاج؟ عايز سؤال. ربنا يكرمنا ونقبر حته يا ابني، ربنا كارم مصر اليومين دول وبيبيعوها، فاحنا لازم يبقى لنا حته فيها. وانت كنت قلت لي الراجل اللي هيسلك لك المصلحه دي هاخد كام؟ الراجل ده طالب 3 انارب. ايه؟ بحالهم يا حاج؟ بحالهم؟ ده كويس انه وافق على كده، ده كان في الاول طمعان في 5. انا عايز اراجع الحسابات، خلي زكي يحصلها لي كلها ويوضبها لي. حسابات؟ ما انت الحسابات دي انت رجعتها يا حاج قبل كده وورسيتها، تعمل ايه؟ لا ما رجعتش حاجه، انا بصيت فيها طياري كده، انا عايز ارجعها بالمليم عشان احدد ايه اللي ممكن اعمله بالظبط. يا ليله سودا. ايه يا يوسف، انت بتقول حاجه؟ لا يا حاج، ده انا بقول اللي لينا نصيب فيها هنشوفه ان شاء الله، هنشوفه هيروح مننا فين. وحياتك انت حبيبي، بقالك ساعه بتلف ودور مش فاهمه انت عايز توصل لايه بالظبط. انا ماشي خطوه خطوه لقاء، مهم اضمن حد واثق فيه وازرعه جوه بيت الدقاق عشان يجيب لي كل اخباره، وبعدين ابدا بقى بالخطوه الثانيه. يعني انت واثق ومتاكد ان كمال ده عمره ما هيخونك؟ يكون ازاي يا بنتي، انا عامل معاه الواجب وزياده، انا لسه رميله لقمه طريه بتاعت العربيه، انت نسيتي ولا ايه؟ مش كفايه حبيبي. بص يا جد، انت لازم كده دايما تحسسه ان هو محتاج لك، كل شويه كده ترميله لقمه صغيره، يعني لا تشبعه ولا تجوعه، عايزاه دايما يحس انه افضلك عليه ومغرقاه وما يقدرش يستغنى عنك. شوف يا لقاء، انا بعمل ده بنت الناس عن طيب خاطر، انا راجل طيب وبعمل ده كتير مع الناس، سواء مع كمال او غير كمال، وزياده عن كده بقى ان كمال ده واد طيب ومخلص وحاسس انه عمره ما هيخوني ابدا ولا يبيعني. انا جادي المنياوي لقاء، بعرف اوزن الراجل كويس، وانا حاسس ان الواد ده عمره ما كذب في حياته. كده احنا لازم نبيع شقه المعادي. مش عارف بس كده الحاج بوظ لنا كل حاجه، ما كانش لازم نبيع الشقه دي دلوقتي خالص. البضاعه اللي جايه دي فيها لقمه طريه يا زكي، مش عايزين نعديها. اعرف بس مين الحيوان اللي حط في دماغ الحاج حكايه الارض دي. احترم نفسك يا زكي. ايه ده، هو حضرتك الحقيقه قصدي اللي حطيت في دماغه الحكايه دي؟ انا اسف، اسف جدا يا برنس. برنس دي انا قلت لك 100 مره قبل كده انا مش عايز اسمعها، قلت ولا ما قلتش؟ ايوه، ما هي حلوه برنس. لا مش حلوه، لا مش حلوه، لا مش حلوه يا زكي، مش حلوه خلاص، دي كانت مرحله وعدت من حياتي. وحيد ازيك يا جنه، انت رايحه فين؟ انا جاي اودعك يا وحيد، انا راجعه بلدنا الفيوم. انت سبتي الشغل ولا ايه؟ لا، بس الناس اللي شغاله عندهم في الفيلا قفلوها وسافرين بعض. طب انا هشوفك ازاي؟ مش عارفه بقى يا وحيد، ده انا حتى مش عارفه هرجع البلد عند مين، وانا يا اخويا يعني مقطوعه من شجره وما عنديش حد وما عنديش الا ابن عم واحد وما برتاحلوش. انت سرحان في ايه يا وحيد؟ تعالي معايا. على فين؟ هتكلم لك الحاجة فردوس. بجد يا وحيد؟ تصدق بالله يا وحيد، انت لو عملت لي الخدمة دي والله العظيم عمري ما هنسهلك ابدا.
هتعملي لي ايه بقى؟ هقول عليك انك ابن زواج صحيح ومش غلبان زيي. طب ما انا كده فعلا. ايه الجديد؟ مطيان يا وحيد، انت هتذلني ولا ايه؟ ما تقوليش كده ابدا يا جنة. طب اقول لك ايه؟ تفتكر الحاج هيوافق؟ يعني يا بنت ما زعلتيش اي حد من اصحاب الفيلا؟ لا والنبي يا حاجة، دول حتى لسه موجودين ممكن تسأليه. طب وكنت عايشة مع ابن عمك في الفيوم ليه؟ ابدا يا حاج، انا اصلي يعني لا مؤاخذة يتيم. يا حبيبتي، طب قوليلي كنت بتشتغلي فين قبل ما تشتغلي عند جيراننا دول؟ والنبي ما كنت بشتغل. معاكي بطاقة يا بت؟ ايوه طبعا معاي. اسمك وسنك وعنوانك؟ انا اسمي جنة الشربيني، عندي 22 سنة، من فيوم. قولي والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. قتلتي لي يا بت؟ يا نهار اسود ومنيل، ما تنكريش. ايه اللي بتهببه ده يا وحيد؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ما انت حاجه ناقص تعملي لها فيش وتشبيه. انا ضامنها يا ابني، الضامن هو ربنا. على العموم انا هكلم الحاج سيد واقول له انا وحسونه محتاجين اي حد يساعدنا في المطبخ. عليا النعمه انت كده. وانت كده. شكرا. كمل انت بقى. حسونة حط لها تاكل. لا، ولو ان انا مانع ان حد ياكل هنا في المطبخ عشان برستيجي، انما عشان خاطرك ماشي. اوكي، بقول لك ايه، احتفالا بوجود جن معانا بقى، سمعنا حاجه من حاجاتك. ايه ده؟ هو اسي واحد بيغني؟ ده انقح. طب والنبي سمعنا حاجة يا سي وحيد. سمعنا حاجة عن الحاج سيد. ليه السيرة دي بس يا حسونة؟ حاج سيد. هسمعك. يا طير يا عالي في السما طز فيك. تفتكرش ربنا مصطفيك. برضك بتاكل دود وللطين تعود تمص فيه حلو ويمص فيك. النبي منورنا يا حاج النهارده. ده نورك يا حاجه، نيت من عدمها. النبي مش هنوصيك على كمال يا اخويا. انت بتقولي يا حاجه؟ كمال ده في عينيا الاثنين. امسك يا كمال. امسك. ايه ده؟ دي كمبيالات قصات العربية، دفعت لك 3 شهور. ليه كده بس يا حاج؟ ليه كده ايه بس؟ انا عاوز دماغك تبقى فاضية مركز، انت داخل على موضوع مش سهل. ربنا يقدرنا عليه ان شاء الله. انا جالي فكرة كده عاوز اخد رأيكم فيها. اتفضل يا حاج. عاوز اضرب شيك كده وديه للسيد الدقاق، عشان انت لما تخش عليه وانت مخنوق ومتظبن تخيل عليه. اعمل اللي تعمله يا حاج، احنا واثقين فيك. اصل ابوك ده كمال ما تجيش معاه عدل ابدا. واسال امك. من غير ما اسال يا حاج. قول لي بقى، ناوي تعمل ايه؟ اقول لكم انا ناوي اعمل ايه. الشغل البيت كتر عليا انا وحيد يا حاج، وحسونا كمان طالب حد يساعده. المهم سلامتك انت يا حاج. طيب ما تشوفي اي حد يساعدك؟ في بنت كان بتشتغل جنبنا في الفيلا اللي جنبنا على طول، وبنت كويسه قوي انا اعرفها، والناس دول هيسافروا ويسيبوا الفيلا، ممكن اجيبها؟ طب كويس، وهي فين البنت دي دلوقتي؟ ثانيه واحده يا جنه. جنه يا حاج. تعال. ايه يا حاج؟ سبحان الله، دي جنه. وليه يا بنتي؟ انت كنت بتاخدي كلام عند الناس اللي كنت عندهم دول؟ 1000 جنيه يا حاج. لا اله الا الله. 1000 جنيه؟ ده انا اقعص محاسب عندي ما كانش واخد 500 جنيه. انا تشوفه يا حاج. طبعا خيره الله ما دام اللي اشوفه. بص بقى، انا عندي مشوار وبعدين هسافر، لما يجوا من بره قول لهم ان انا سافرت خلاص. تروح وترجع بالسلامه يا حاج. مع السلامه. قال ايه؟
خلاص الحمد لله وافق يا وحيد. ألف مبروك يا جنة. الله يبارك فيك يا سي وحيد. بنت يا جنة يلا روحي لمي هدومك كلها وتعالي هنا هتقعدي معايا في اوضتي. حاضر يا حاج. يلا بسرعة. متشكر يا حاجة. مش هاخد من وقتك كتير، هما كلمتين اتنين وحمش على طول عشان ما ضيعش وقتك يا حاج. كلمتين ولا عشرة؟ هو انا هعد عليك الكلام يعني؟ ابنك كمال. ماله كمال؟ وبعدين انت ايه علاقتك بيه؟ تورط معايا كده في شغلانة وخسر فيها وكاتب على نفسه شيك على بياض ووصل امانه. مش فاهم ما دخل ايه بالموضوع ده؟ لا ما انت عارف يا حاج انا ما بسيبش حقي ابدا، وقلت بدل ما ارفع قضيه على ابنك اجل الكبير الاول واخد رايك. بقول لك ايه، ارفع القضيه اللي انت عايز ترفعها. لا حاج ما تقولش الكلام ده، وشكلك قدام الناس في السوق والصحافه اللي بتموت في الفضايح. صحافه ايه؟ انا ماليش في الكلام ده. ليك يا حاج، انا جيت لك بس عشان شاري خاطرك، شاري خاطرك قدام معالي، قدام معالي الوزير لما يعرف ان ابنك حرامي ونصاب ورد سجون. انا من رايي يا حاج بقى تاخد ابنك كمال كده تحت باطك وتداديه وتحل له مشاكله. جاد انا ما احبش حد يتدخل بيني وبين ابني. ماشي يا حاج، انا قلت اللي عليا. بعد اذنك. تعال يا عم غير اذنك. ايه انت هتطمس ولا ايه يا راجل؟ اصل الواد كمال ده مشاكله ما بتنتهيش وانا مش عايزه يطمع فيا. بعد اذنك المدام لازم ارد. طبعا. امال ايه؟ رد يا سيدي. ايه يا حبيبتي؟ ايوه انا عند الحاج سيد الدقاق. سلم لي عليها. سلم لي عليها. حاج سيد بيسلم عليكي. بتقول ايه؟ بتقول لك ايه يا حاج؟ انت هربت من العزومه بتاعتك ولا ايه؟ هربت ده ايه؟ هات هات. الو. ايوه يا ست الكل، انا معقول اهرب؟ لا ابدا، العزومه متعنالك والله، متعنالك في المكان والوقت اللي انت تحدديه. ماشي ماشي يا ست الكل. انت عايزه جد؟ مع الف سلامه. مع الف سلامه. ادعم. ايه يا حبيبتي دي قفلت؟ طبعا، ما هي كلمتني هتعوزك في ايه. ماشي خلينا في موضوعنا. قلت ايه بقى في المشوار بتاع كمال ابنك؟ بقول لك ايه، الواد كمال ده مشاكله ما بتنتهيش، انا دلوقتي دماغي مشغول مش فاضي. سيبني اسبوع كده وانا هبعت اجيبه واشوف ايه حكايته بالظبط. يعني كده اعتبر فلوسي موجوده، الدار امان. عدم المؤاخذه يا حاج سيد، ايوه المحاسب بتاع الحاج محمد نصار بعت لي سعادتك الشيك ده وبيقول لك الحاج محمد بيبارك لك على الجواز وبعت لك العلبه دي يا حاج. علبه ايه دي؟ دي يا ابو الحاج بيقول لي سعادتك الحبايه منها تخليك حصان. خلاص خلاص. انت اتجوزت ولا ايه يا حاج؟ الله، انت اخر من يعلم ولا ايه؟ ده المسكي كله عارف يا راجل. لا والله ما اعرف. ومين دي بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله الست دلال. انت مين؟ مالك بتتلفت كده زي الحرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ هو في حرامي شكله كده ولا لابس كده اصلا؟ هم يعني بيفصلوا اللبس مخصوص للحراميه. انت مين؟ انا فادي فادي فادي، زميل سمر في الجامعه، احنا قلقين عليها قوي في الجامعه فقلت اجي اطمن عليها. تعالى معايا، انا عايزك كلمة سر. سين، انت جاي هنا تعمل ايه؟ لما اقول
سين تجاوب على طول. جاي اشوف سمر. والله انا كمان سين بقى مين حضرتك؟ مالكش دعوة. يعني ايه ماليش دعوة؟ يعني مالكش دعوة تجاوب بس. تعرف سمر منين؟ سمر زميلتي في الجامعة. تعرفها من قد ايه؟ يا عم هو تحقيق ولا ايه؟ ايوه تحقيق. سمر تهمني، اي حد يعرف سمر لازم اعمله كشف هيئة، ولو سقط هتبقى نتيجة صعبة. صعبة ازاي حضرتك؟ صعبة. ايه يا وحيد؟ ايه يا وحيد اللي بتعمله ده؟ ايه يا ابني اللي بتحببه ده؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة يا حاج. مفيش حاجة ازاي؟ لا اله الا الله. بس يا وحيد. بس يا ابني حرام عليك. ايه ده يا وحيد؟ ده معقول انت بتعمله ده يا ابني؟ اصل العرض غالي قوي يا حاج. طبعا يا ابني العرض غالي قوي. بجد انت راجل. شفتك. وده من امتى ده ان شاء الله يعني؟ من زمان يا سما. مش هتقولي تفضل ولا ايه؟ طيب اتفضل خلصني. اتفضل يا مجنون. ايه التهييس اللي انت فيه ده؟ ده انت اتجننت خلاص. عشان وحشتيني جدا يا سما. كنت هتجنن لو ما كنتش شفتك. وحشتك ولا ده احساس بالذنب عشان انت كسرت لي رجلي؟ هو الاحساس بالذنب موجود، بس في احساس تاني جوايا اقوى منه يا سما. اللي هو ايه بقى؟ هقول لك بس ما تزعليش. مش عارفه، يمكن ازعل على حسب اللي هتقول. وحيد. وحيد في ايه يا وحيد؟ هتعمل ايه؟ وحيد وحيد تعالى يا وحيد. وحيده وحيد حرام عليك يا وحيد. ايه يا وحيد هتعمل ايه؟ وحيد وحيد الغدا جاهز. ميرسي يا وحيد قوي، تعبتك معايا والله. ربنا يخليك لي يا رب. وش معنى يعني النهارده مجهزين الغدا بدري كده؟ ابوكي مش هنا، قلت تاكلوا بدري النهارده. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. طب يوسف ايهاب فين؟ قالوا اتغدوا، انتوا هيتاخروا. انا ماليش نفسي اقعد اكل لوحدي كده. ما تقعدوا تاكلوا معايا. ما احنا حواليك اهو. لا بص هقول لك تعمل ايه. انت تروح تقول لحسونه وجالنا يجوا يتغدوا معانا. يا نهار اسود ام نايل، انت عايز ابوك يطربق الدنيا؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ وبعدين هو هيعرف منين اصلا؟ يلا بقى يا وحيد اتحرك، روح قول لهم يجوا ياكلوا معانا. يلا يا ماما. خايفه عليك من شعره. ما بلاش نروح احسن. مفيش قوه على وجه الارض. ده تخليني ارجع في كلامي ولا احنا هنعيده تاني؟ الحاج جاد مستني في العربية. يلا امسك. خد يا حسون. تسلم ايدك. خد يا جن. خد يا حبيبي. يا عم ايه اللي داير؟ دي اكتر مرة خدت فيها في حياتي. والله نفسي مفتوحة قوي عشان تبقى. خد يا جن نفسي تبقى. الفراخ دي خدها. انت حط لي فرخة كلها. كل. ما بتاكليش ليه يا حاج؟ ما انت عارف يا وحيد النهارده الاثنين يا حبيبي صايم، اثنين وخميس. بقول لكم ايه؟ تسمعوا حاجه؟ ايوه يا ريت يا ريت. هحطلك
كمال. خلي بالك من امك قوي. حاضر يا حاج. مش هتحبكم. رجعتني سنين طويلة يا كمال يا ابني. إن شاء الله يا ماما اللي جاية هيبقى أحسن. بقول لك يا ست سعيد، دلوقتي أنا سمعت إن الحاج عبد الحافظ عايز يبيع الفيلا دي بكل اللي فيها، ما تيجي نشتريها؟ وهنجيب الفلوس بس منين يا سايب؟ يا سلام، ما أنت عندك حتة الأرض اللي مالكونة دي، بعيها نشتري الفيلا والقرشين اللي يفضلوا نتاجر فيهم. الأرض ده عايز مناهدة، وأنا مانيش قادرة، مش قادرة نوصل بطولي زي ما أنت شايف كده. وأنت مالك بالمناهدة دي؟ اكتبي الأرض باسم أنا، وأنا أتعرض لهم وأبيع وأشتري وأعمل كل حاجة باسمي، مالكيش أنت دعوة. وأمورني يا سيد. يا ست خدي الواد كمال ده وقولي لنا، أنا أتجوز واحدة اتنين تلاتة شرع الله على كيفي. ما تكرشنيش يا سيد، ماليش غيرك يا سيد. وبعدها لك بقى، ما انا طلعتك هتقعد هنا تعملي ايه؟ بس دي فيلتي ما زين. اسمعتي بقى انها فيلتك، الارض بتاعتك بعتيها والفيلا دي انا اشتريتها باسمي، فاهمه ولا لا؟ بالسلامه يا بيضه. مالك يا ماما؟ سنين يا كمال، الدنيا بتلف بيا يا ابني. يا وحيد يا جماعه اللي هنا، ممكن تقولي بقى هتعمل ايه في جريده المصريين؟ حبيبتي طالما جورنان بيعبر عن وجهه نظر حزبي يبقى ده اعلام موجه، وانا ما بحبش اشتغل في جرايد بالشكل ده. ايوه بس المهم انك تكتب، ولا انت بقى هتفضل قاعد في البيت مستني الاسرار لما يكلموك؟ لازم ارجع يا ريم، وبعد كده ممكن اقدم استقالتي، انا ما بحبش اتهزم بسهوله. كل ده بقى عشان باباك اتدخل في الموضوع؟ لا، عشان يوسف بيه ما يحسش انه هزمني. قولي يا ايهاب، هو انتوا علاقتكم مش حلوه ببعض؟ ساعات ساعات. ألف حمد لله على سلامتك يا أم كمال. الله يسلمك يا فردوس. طيب نجيب لك دكتور؟ لا لا يا بنتي، ده الحمد لله بقيت عال خالص. الحمد لله الحمد لله. طب خدي الربي ده. تسلم من كل راضي يا ابني. أمال الحاج سيد فين؟ مسافر. طب وإيهاب؟ خرج. أكلمه لك على الموبايل؟ أه يا ريت. طب خليني أكلمه. حاضر ثواني. اهو بيرن. طب ادهوني ادهوني. اتفضل. ما بيردش. سرحان في ايه؟ بفكر في اللي ناسيني. ومين بقى اللي ناسيك يا مرهف الحس؟ حد صاحبي قاعد جنبي ودماغه ناشفه. ده انت رايق على الاخر. بقولك ايه، انت هتعمل ايه مع رئيس التحرير بتاع جريده المصريين؟ قبل اقعد معاه واشوف عايز ايه. برافو عليك. ايهاب، مفيش اخبار جديده عن باباك؟ مفيش. يظهر ان في حاجه مهمه. ايوه يا سمر، حاجه فردوس خير؟ بتقولي ايه؟ تصدق يوسف بيه؟ كنت حنسى واكتب اسم الحاج سيد الدقيع على الشيكات. لا يا راجل انسى بقى الاسم ده خلاص. من هنا ورايح الشيكات هتتكتب باسم يوسف سيد الدقاق. تمام يا ملك، الشيكات كلها جاهزه. اتفضل. شكرينا يا دكتور. العفو. شكرينا يا دكتور. هتظبط انت بقى مع زكي وهتشوف هتستلم امتى والكلام ده كله. نورت يا دكتور. حصلت البركه. متشكرين. على السلامه. شكرا يا يوسف. تروح عليك. مع السلامه. ازيك يا يوسف؟ ايه ده ايه ده يا ايهاب الدقاق في وكاله الدقاق؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ القطه كلت عيالها ولا ايه؟ في مصيبه شكلها تحصل، قلت اجي ابلغك بنفسي. خير؟ كمال الدقاق يا يوسف. ماله؟ جاب والدته وجاي يقعد في الفيلا. جاي يقعد في الفيلا يعمل ايه يعني؟ والحقيقه انا ما اعرفش هيعمل ايه، هو جالي الجورنال من يومين وقال لي انه ناوي يعمل كده. انا تصورت انه بيهدد زي كل مره، ما كنتش متاكد انه هينفذ اللي بيقوله فعلا. هو عارف ان الحاج مش موجود؟ عارف. الله، ولسه قاعد؟ ايوه. ليه؟ انت ما فهمتنيش يا يوسف. كمال جايب والدته وجاي يقعد في الفيلا، خلاص مش هيمشي تاني.
جاي ايه يا اخويا؟ ايه سمعني كده؟ ايه ده بس يا يوسف، عشان كده انا قلت اجي ابلغك بنفسي، ما رضيتش اكلمك في التليفون، عارف انك عصبي وممكن تتهور، ممكن بقى تهدى عشان نعرف نتفاهم ونشوف هنعمل ايه. اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ ونتفاهم على ايه؟ ايه اللي احنا ممكن نتفاهم فيه في اللي انت بتقوله ده؟ انا هروح دلوقتي هطلع عين امه. يا يوسف اهدى ابوك. بس يا عم انت يوسف اوعى ايدك. يا يوسف عصبي قوي انت يا يوسف. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا بزيارة ضيوف وبكرة مروحين. واصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا بزيارة ضيوف وبكرة مروحين. ولما العمر قطره يفوت ما حتى قرش ابيض، ومهما نعيش مصيرنا نموت. يا سود يا ابني بقى يا ابيض، ما تركعش الا للمولى، غيره لا حول ولا قوه. في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان، وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا على الغلبان. وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودا من جوه. اصحى يا نايم، الله وحيد، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. واصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا في زيارة ضيوف وبكرة مروحين. مصر على عنده ورأيه رقم واحد عنده، هنعرف امتى انه ده ستر وفضل وعدل من عنده. يا خلق الرحمة مطلوبة بدل ارزاقنا محسوبة، لكل باصص لغيره يا ناس عقولنا بقت في غيبوبة. ولما العمر قطره يفوت ما حتقول حتى قرش ابيض، ومهما نعيش وصرنا نموت. يا سود يا ابني بقى يا ابيض، ما تركعش الا للمولى، غيره لا حول ولا قوه. في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان، وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا على الغلبان. وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودا من جوه. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم، الله وحيد الدايم، الله دخلنا في زيارة ضيوف وبكرة مروحين. واصحى يا نايم.